وزارة الأوقاف بتستعد دلوقتي لإطلاق برنامج لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد، وده تيسيرا على الراغبين في حفظ كتاب الله عز وجل وفهم معانيه. تفاصيل أكتر عن البرنامج وموعد إطلاقه وكيفية الاشتراك فيه معانا على الهاتف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ مصطفى، وصباح الخير أستاذ جمانة، وعلى كل السادة المشاهدين وعلى كل المصريين يا رب في كل مشارق الأرض والمغارب. أهلا بحضرتك. يعني نعرف أو نفهم إن في تعليم عن بعد، ولكن تحفيظ قرآن عن بعد دي جديدة، فاهمني هتعملها إزاي والوسيلة واصلة لغاية فين وإحنا مستهدفين مين بالتحديد؟ هو صباح التفاؤل والبناء والتعمير، صباح بناء الوعي الرشيد، وكل ما هو جديد ان شاء الله باذن الله تجدونه في وزاره الاوقاف. يمكن دور وزاره الاوقاف بس مش بس الامر قاصر على المسجد الدرس وخطبه الجمعه فقط، لكن منذ تولي معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، وزاره الاوقاف بتشهد نقله غير مسبوقه في تاريخها من ناحيه البرامج او التوعيه او حتى من ناحيه البر وخدمه المجتمع. يمكن امبارح احنا شفنا اعلانات وزاره الاوقاف ان هيكون ان شاء الله باذن الله برنامج التحفيظ عن بعد، وان شاء الله باذن الله ده هيتم على مستوى المديريات الاقليميه. يمكن هنستفيد ان شاء الله باذن الله بكل شيوخ المقارئ واعضاء المقارئ المعتمدين عندنا في مجال التحفيظ، ويمكن برضو اللينك موجود على صفحة الوزارة لكل أولادنا الكبار والصغار في ربوع الجمهورية اللي عايزين يشتركوا، اللينك موجود، وإن شاء الله بإذن الله سنطلق المسيرة بإذن الله من الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله يبقى فيه تحفيظ عن بعد، هذا بجانب التحفيظ اللي موجود الآن بالفعل في المساجد. التحفيظ عن بعد هو احنا دلوقتي في عصر الرقمنه والعصر الالكتروني، ولازم نبقى مواكبين لهذا الحدث. في ناس كتير جدا النهارده من اولادنا عشان خاطر موضوع المدارس ممكن هو مش هيقدر مثلا يروح المسجد، عنده نص ساعه عنده ساعه كده في البيت، هو بيبقى يعني قاعد في البيت هو بيبقى محتاج ان هو يراجع فيها القران، ان هو يحفظ القران. فاحنا في هذا الامر احنا بنوفر له الوسيله دي ونقول له ما فيش اي مشكله لو انت عايز تحفظ وانت موجود في مكانك، او انت مش هتقدر تروح المسجد او مش هتقدر تذهب لمكتب التحفيظ، احنا هنوفر لك الامر وهنوفر لك الاسباب، وان شاء الله هتكون معانا، وان شاء الله باذن الله سينطلق هذا المشروع، مشروع تحفيظ القرآن عن بعد التابع لوزارة الأوقاف. طيب يا فندم، عشان برضو نوضح للسادة المشاهدين بشكل أكتر، هل ده برنامج ولا منصة إلكترونية ولا بيكون عبارة عن إيه؟ إزاي آلية العمل وآلية تنفيذ هذا البرنامج هتكون عاملة إزاي؟ أنا بس عايز أقول لحضرتك إحنا بس مش موضوع تحفيظ القرآن، إحنا عندنا تدريب عن بعد، إحنا وخارج جمهورية مصر العربية إحنا في هذا المجال إحنا سباقين في هذا الأمر. يمكن إحنا دربنا أكثر من 20 دولة الأئمة فيها هناك عن التدريب عن بعد، وبرضه لما حصلت أزمة كورونا وكانت في يعني في أعلى درجاتها وكان المساجد مغلقة، أيضا كان في تدريب عن بعد على مستوى الجمهورية. ده هيبقى فيه لينك وهيبقى فيه رابط طبعا هيبقى يشترك فيه الاولاد مع الشيخ. احنا الامر ده يعني شغالين عليه من امبارح والنهارده، وان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم هتشوفوا هذا الامر. ده يا فندم بيكون تفاعلي، يعني بيكون مثلا زي لايف ولا بيكون مسجل ولا بيكون ازاي؟ لا بيكون لايف يا فندم، لايف على طول على المباشر زي زوم كده بالظبط، هيبقى الشيخ وعلى الرابط والاولاد موجودين وهو بيسمعهم وبيسمعوه، هيبقى لايف مباشره، وهيبقى من خلاله هيبقى في تفاعل بين فضيله الشيخ وبين الاولاد اللي عايزين يحفظوا، وهيبقى ان شاء الله باذن الله يعني بدون مشقه، مش هنخلي كل يوم عشان ما يبقاش في تعب على اولادنا، ان شاء الله باذن الله يعني هيبقى يومين او ثلاثه في الاسبوع ان شاء الله باذن الله. انت بتستهدف كم واحد يعني، ولا بتستهدف فئه عمريه بعينها؟ يعني حضرتك مستهدف الاطفال ولا كل الناس؟ في حاجه اتفضل. ايوه، هو احنا اي حد هيبقى محتاج ان هو يحفظ القران ويتعلم القران عن بعد معانا، احنا مستهدفين الاطفال، رياض الاطفال طبعا والنشأ طبعا عموما، وهيبقى ان شاء الله باذن الله في لو في كبار السن هيبقوا عايزين محتاجين ان هيكون هذا الامر عندهم هيبقى برضه متاح. احنا لسه في اطلاق البرنامج
لكن احنا البدايه طبعا هنبقى مستهدفين اولادنا واطفالنا اللي هم عايزين يحفظوا. لكن عايز اقول لحضرتك برضو احنا عندنا مطار احنا عندنا بعد صلاه الفجر كبار قراء جمهوريه مصر العربيه فضيله الدكتور نعينة والشيخ طاروطي والشيخ النعماني كبار والشيخ احمد تميم كبار القراء بيعملوا مقراءه للجمهور بعد صلاه الفجر الناس بتحفظ فيها القران. عندنا الائمه بيعملوا مقراءه للجمهور يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه الكبار برضو بيحفظوا فيها. عندنا برنامج التثقيف للطفل اللي بيبقى فيه الاطفال موجودين برضو ايضا بيحفظوا فيه هذا الامر. لكن احنا بنقول مساهمه ومساعده في نشر وتحفيظ القران الكريم هيبقى فيه تحفيظ عن بعد للراغبين والمستهدف اولادنا واطفالنا من رياض الاطفال حتى يعني دون قيد يعني في هذا الامر. اي حد عايز يحفظ القران احنا ان شاء الله باذن الله هنساعده ونقول له احنا معاك سواء انت كنت في المسجد او عن بعد ان شاء الله باذن الله. هايل يا فندم. طيب دكتور هشام خليني برضو اعرف من حضرتك نقطه، يعني حضرتك بتقول ان هو يكون في رابط او لينك وهيكون لايف وهيكون تفاعلي، فلو بنتكلم في اعمار مختلفه فبالتاكيد درجه الاستيعاب مختلفه. تمام. ازاي هتتعاملوا مع النقطه دي؟ ما هو احنا يعني ما مش اي حد هيحفظ، احنا بننتقي اهل الخبره واهل الفطنه في هذا الامر في المعامله مع الاطفال. عايز اقول لحضرتك احنا يمكن في الصيف الماضي خلال شهرين احنا كان في برنامج تثقيفي للاطفال يمكن ده كان غير مسبوق، واكيد كلنا شفنا الاطفال يعني كان اكثر من يعني كان في مساجد اكثر من 1000 طفل موجود فيها في هذا البرنامج، وازاي كان التعامل مع الاطفال من خلال التحفيظ او من خلال تعليم الدين الاسلامي الصحيح، السمح من خلال شعائر الدين. فاحنا عندنا الكفاءات موجوده بفضل الله سبحانه وتعالى في وزاره الاوقاف من خلال كيفيه التعامل مع الاطفال، ازاي هو هيتعامل مع الاطفال الصغيره، ازاي هو هيتعامل مع الابتدائي، ازاي هو هيتعامل مع الاعدادي، ازاي هيتعامل مع الثانوي. عندنا خبراء في هذا المجال في التحفيظ، فالامر مش يعني مش صعب علينا، لكن الخبراء موجودين والتعليم موجود، وان شاء الله باذن الله هيكون مشروع يعني قوي جدا وهيفيد اولادنا باذن الله. على اي حال وضحت الفكره، يعني منصه الكترونيه على غرار التكنولوجيا القادمة من كورونا على غرار سكايب أو زوم، سيكون هناك تحفيظ للقرآن بشكل مستمر من قبل وزارة الأوقاف. بنشكر الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف على هذا التوضيح.